أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة ختام معسكر النادي الأهلي في النمسا، يمكن على مدار 10 أيام من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر. كانت فترة 10 أيام تدريبات يومية صباحية ومسائية، وتخللها محاضرات واجتماعات، وأيضا كمان مباراة ودية أقيمت بالأمس وانتهت بفوز الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف. قبل ما أدخل في تفاصيل المباراة الودية ومين لاعب ومين شارك ومين أحرز الأهداف، وأكيد كلكم بالتأكيد امبارح طبعا كنتم مهتمين جدا بمعرفة تفاصيل كل هذه الموضوعات الخاصة بالمباراة، في ظل أنها المباراة الوحيدة اللي أقيمت في معسكر الإعداد، وكمان إن شاء الله يتخللها الفترة القادمة بإذن الله كمان مباراة ودية قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، كما هو محدد من قبل زي ما قلت لحضراتكم يوم 15/9 الساعة 9 بتوقيت القاهرة. قبل ما أخش في كل التفاصيل دي بقى، عايز أتكلم على نقطتين مهمين جدا. على مدار أكتر من حوالي شهر من قبل بداية فترة الإعداد والموسم الجديد، كنت دايما مهتم أشوف الأخبار المتعلقة بإصابات لاعبي الأهلي، لأن في نهاية الموسم كان عندك إصابة لخالد عبد الفتاح، وكان في إعلان لصفقة جديدة انضمت للأهلي زي إمام عاشور. وأخبار الصفقات تحديدا أو الإصابات تحديدا يعني كنت بهتم بتفاصيلها عشان تعرف أنت لما تبدأ الموسم مين أبرز اللعيبة اللي هتنضم، مين اللعيبة اللي ممكن ما تكونش متاحة في بداية الموسم، مين اللعيبة اللي ممكن هيعتمد عليها كولر في الفترة اللي جاية خاصة مع بدء فترة الإعداد. امبارح لما تبص على تشكيل الأهلي في المباراة الودية ولما تبص على التغييرات، لفت انتباهي حاجتين مهمين جدا: مشاركة خالد عبد الفتاح ومشاركة إمام عاشور. ليه تحديدا الاتنين دول هتكلم عليهم؟ لأن كان كلام كتير بيتقال إن خالد عبد الفتاح الإصابة اللي تعرض لها في ختام الدوري، وقدامكم اهي صور من المباراة الودية والتشكيل اللي بدأ، الصورة الجماعية مصطفى شوبير، أحمد عبد القادر، محمود كهربا، حسين الشحات، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري، كريم ندفت، كريم الدبيس، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر. ده التشكيلة اللي بدأت مباراة الأهلي بالأمس أمام فريق NK المنيجي السوليفيني وانتهت بفوز الأهلي 3-1. خالد عبد الفتاح شارك في جزء من المباراة، وخالد عبد الفتاح بيشارك في المباراة واحنا النهاردة 5-9 أو امبارح كان 5-9. يعني الناس لما قالت إن خالد عبد الفتاح هيرجع على أوائل شهر 10 ومش هيكون ليه دور في فترة الإعداد، الكلام ده ما حصلش. أدي مشاركة كمان لزعلوك وعدد من اللعيبة والأهداف اللي أحرزت. ولكن خالد امبارح لعب يوم 5-9، وكانت الأخبار كلها بتتقال إن خالد هيرجع على أول شهر 10 وممكن الراجل ما يستفيدش بيه في فترة الإعداد. الجزء الثاني قدامكم هو على الشاشة، صلاح محسن بالتأكيد شارك وكان ليه دور كبير جدا، نتمنى له التوفيق، لكن كمان مشاركة إمام عاشور. إمام عاشور لعب؟ لعب. الله، يعني إمام عاشور كان في كلام إنه هيغيب عن بداية الموسم مع الأهلي، لا ما غابش. يعني الراجل في فترة الإعداد بص عليه، يعني كان في اهتمام وكان في متابعة، والخبير النمساوي بص على إمام عاشور وكريم فؤاد وأكرم توفيق، أيوه. وأدي صورة إمام عاشور أهي من المباراة، لأنه عمل إمبارح أسيست وكان رائع جدا مع خالد عبد الفتاح. أدي الاتنين اللي بتكلم عليهم على فكرة، إمام عاشور وخالد عبد الفتاح. ودي أكتر أخبار لازم تكون فيها دقة، لأنك بتتكلم مع الطبيب المعالج، يلحق ما يلحقش، مصاب يطول في التأهيل، بتبقى الحاجات دي ما فيهاش هزار، يعني يا يا لا، ما فيهاش تخمينات، يعني مش فكرة ميعاد مباراة ممكن يتلعب أو ما يتلعبش، صفقة ممكن تيجي ما تجيش، لكن موضوع الإصابات ده لازم تبقى حاجة رسمية. لكن الاتنين دول اتقال عليهم كلام كتير قوي، وأنا حتى يعني خلاص وصلت لمرحلة قلت الاتنين مش معانا في فترة الإعداد وممكن كمان مش هيبدأ الموسم مع الأهلي، ولكن الاتنين لعبوا امبارح، الاتنين شاركوا امبارح. إمام عاشور كان في تخوف إنه ممكن يغيب عن أول 4 شهور مع النادي الأهلي، ولكن إمام لعب امبارح وشارك في المباراة الودية، ومعنى إن هو شارك في المباراة الودية يعني كمان فرص وجوده في لقاء السوبر الإفريقي واردة بنسبة كبيرة، طبقا بقى طبعا ليعني إيه اختيارات مارسيل كولر. فدي جزئية كنت عايز أبدأ فيها بها كلامي، لأن نصيحتي لجماهيري النادي الأهلي، الأخبار اللي زي دي تحديدا استنى تاخد المعلومة الرسمية من المصدر الرسمي اللي هو إيه؟ يا الموقع الرسمي يا قناة النادي الأهلي، غير كده اعتبرها يعني اجتهادات ليست معلومات رسمية أو معلومات موثقة، تستنى. يعني زي ما بيقول لك كده في المثل البلدي، اتقل على الرز لغاية لما يستوي. عارفين المثل البلدي الجميل ده؟ والنهاردة على فكرة عندي أمثلة حلوة قوي، والنهاردة الحلقة هيبقى فيها قفشات أفلام كويسة قوي يعني، ولكن اتقل على الرز لغاية لما يستوي. أهو إمام عاشور شارك في المباراة الودية، تألق
والتي شيرت باللون الاسود يعني شياكه جدا جدا جدا. عايز اقول لكم الالوانات والتيشيرتات بتاعت النادي الاهلي على السوشيال ميديا عامله يعني ردود فعل كبيره جدا، والناس مستنيه بس تنزل في المتجر الخاص ببيع التيشيرتات الخاصه بالنادي الاهلي، لان هيبقى الاقبال كبير جدا عليها خلال الفتره اللي جايه. فشاركوا والحمد لله اطمنا عليهم، واطمن مارسي الكره على المجموعه اللي كانت موجوده معاه امبارح، في ظل ان في 10 لعيبه للاسف يعني ما كانوش موجود في المباراه الوديه وخرجوا من المعسكر عشان الاجنده الدوليه للمنتخبات خلال الساعات القادمه. طيب الاهلي كسب امبارح 3-1، قدم مستوى جيد على مدار شوطي المباراه. مارسيل كولر جرب عدد كبير جدا من اللعيبه، اطمأن على مدى جاهزيه الفريق من الناحيه البدنيه والفنيه. وعلى فكره المباراه كانت التقدم فيها للفريق السلوفيني. الاهلي في النهايه كسب 3-1، ولكن الفريق السلوفيني كان متقدم على الاهلي بهدف مقابل لا شيء. كهربا كان ليه ركله جزاء يعني حاول يحرزها، للاسف سددها خارج المرمى، ولكن قدر رامي ربيعه يحرز هدف التعادل، او كاد رامي ربيعه يسجل هدف التعادل للاهلي بعدما استقبل كره عرضيه لعبها براسه قويه، ولكن حارس المرمى قدر يتصدى ليها. كهربا احرز هدف التعادل. وفي الشوط الثاني مارسيل كولر دفع بمين بقى؟ بكريستو وصلاح محسن وامام عاشور ورضا سليم على حساب احمد عبد القادر ومحمود كهربا وقفشه وطاهر محمد طاهر. في تسديدات، في كرات عرضيه من كريستو، ولكن مع استمرار الشوط الثاني والنتيجه التعادل 1-1، كولر دفع بخالد عبد الفتاح وزعلوك بدلا من كريم نيدفيد وحسين الشحات. زعلوك احرز الهدف الثاني من كره عرضيه لخالد عبد الفتاح، والهدف الثالث نجح صلاح محسن في تسجيله براسيه رائعه في الزاويه البعيده لحارس الفريق السلوفيني، وكانت العرضيه من النجم المغربي اللي هيعمل السنه دي موسم رائع في الضربات او في الكرات العرضيه، رضا سليم. لاعب مميز جدا، نتمنى له التوفيق، شارك في المباراه امبارح ونتمنى له التوفيق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. دي كواليس او تفاصيل الامور الفنيه المتعلقه بالمباراه الوديه. ناس كتير